دروس في فقه العبادات، شرح متن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد أعفير، عضو المجلس العلمي المحلي لإقليم سيدي قاسم. يأتيكم هذا البرنامج كل اثنين على الساعة 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن مع الدرس الثاني في فقه الصيام، ويتضمن درس اليوم مسألتين. المسألة الأولى: ما يثبت به دخول شهر رمضان؟ الثانية: أركان الصيام. أما المسألة الأولى التي تتعلق بثبوت شهر رمضان، فالشهر يثبت بأحد أمور ثلاثة: إما برؤية الهلال من طرف عدلين، وإما بالرؤية من جماعة مستفيضة، وإما باستكمال شعبان 30 يوما. بالنسبة للرؤية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولا يعمل برؤية عدل واحد عندنا، وما ورد في ذلك مرجوح. أما الجماعة المستفيضة فيعمل بخبرها وإن لم يكونوا عدولا. وهناك مسألة يطرحها الناس، وهي قضية اختلاف المطالع. هل يعمل باختلاف المطالع عندنا أم لا؟ إذا رؤي الهلال في بلد، يعني هل يلزم أو لا يلزم؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعم إن نقل بهما عنهما. فمذهب مالكين أن الرؤية الواحدة تعم سائر البلاد، سائر البلدان، بشرط أن يراه عدلان أو جماعة مستفيضة عن عدلين أو عن جماعة. فليس عندنا اختلاف المطالع، لكن عندنا شيء آخر، وهو اعتبار الناقل. وهذا الاعتبار هو الذي جعل أهل المغرب لا يصومون برؤية غيرهم إذا لم يرى الهلال في بلدنا. والقائلون باختلاف المطالع يحتجون بحديث كريب، ولم يحتج به المالكية لأنه يحتمل عدة احتمالات، وبلادنا والحمد لله شهد لها بالدقة والتحري في هذا الموضوع. ثم إن الصوم كغيره من العبادات له أركان وفرائض لا بد منها. بيّن الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى حين قال: فرض الصيام نية بليله، وترك وطء شربه وأكله، والقائم إيصال شيء للميعاد من أذن أو عين وأنف قد ورد. إذن الركن الأول هو النية، والمراد بالنية عزم المسلم والمسلمة على الصيام. أول ركن من أركان الصيام العزم والنية، حديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يشترط التلفظ بالنية لأن محل النية القلب. وهذا يحصل بمجرد ما يسمع الناس بثبوت الرؤية أو يشاهد الناس الهلال، فيعزمون على أن يصبحوا صائمين، فهذه هي النية. ولا تصح النية إلا إذا كانت ليلا، ويبتدئ وقتها من غروب شمس اليوم الأخير من شعبان إلى طلوع الفجر، أو حتى مع طلوع الفجر. ونية واحدة تكفي في رمضان كله، إلا إذا حصل للإنسان عذر فانقطع صيامه ثم أراد الرجوع إلى استئنافه، فحينئذ يجدد النية. أما من استمر صيامه من بداية رمضان إلى آخره فنية واحدة تكفيه، لكن يستحب له أن يجددها كل ليلة. والدليل على وجوب تبيت النية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. الركن الثاني الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمفطرات هي الجماع وإخراج المني بالمقدمات أو بالنظر أو بالتفكر
كذلك إخراج المذي بمثل ذلك، أي بالنظر أو بالتفكر. أما خروج المني أو المذي بنفسه فلا يفسد به الصوم. كذلك من المفطرات تعمد إخراج القيء، تعمد إخراج القيء. أما خروج القيء غالبة فلا يفسد الصوم إلا إذا رجع منه شيء. كذلك من المفطرات وصول مائع سائل للمعدة من منفذ واسع. أما غير المائع إذا وصل للمعدة فإنه يفطر إذا كان عن طريق الفم، كما لا يفطر إذا وصل للحلق فقط. هذا غير المائع، لا يفطر إذا وصل إلى الحلق ثم رده الإنسان. والقيء غالبة يفطر إذا تجاوز الحلق وأمكن طرحه، فإن لم يمكن طرحه بأن لم يتجاوز الحلق فلا يفطر. والقيء عمدا مجرد إخراجه يفطر، سواء رجع من شيء أم لا. ومن المفطرات وصول البخور إلى الحلق باستنشاقه اختيارا، والمراد البخور الذي تتكيف به النفس كما يقول الفقهاء ويحصل لها به نشاط، مثل الجاوي أو العود أو الدخان المعروف الذي يعني الدخان السيجارة وغير ذلك. ومن المفطرات وصول بخور الطعام إلى الحلق استنشاقا. أما دخان الحطب هذا لا يفطر، وكذلك غبار الطريق ولو وصل إلى الحلق. ومن المفطرات التي ينبغي الاحتياط منها والابتعاد عنها وصول آثار ماء الوضوء في المضمضة والاستنشاق إلى الحلق ولو غلبة، فعلى المتوضئ أن يحتاط وأن لا يبالغ في إدخال الماء إلى أنفه وكذلك في المضمضة، وهذا خاص بالفريضة. أما التطوع فلا يفسده أثار المضمضة أو السواك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أنت تريد أن تعمل السنة التي هي المضمضة على الاستنشاق فتفسد الفرض الذي هو الصوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبالغ مفطرون، وبالغ في المضمضة وكذلك في الاستنشاق مفطر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.